ارتفاع آخر على درجات الحرارة يوم الاثنين وطقس دافئ في معظم مناطق المملكة مع وجود زخات مطر تتركز على مناطق البادية وتفاصيل هذه الأحوال الجوية بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريوم لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. أعزائنا متابعين تقس العرب، أسعد الله مساءكم. من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة غدا يوم الاثنين لتصبح أعلى من معدلاتها من 5 إلى 6 درجات مئوية في معظم مناطق المملكة، لتكون الأجواء ربيعية ودافئة في أغلب المناطق. وكما نشاهد هنا من خرائط درجات الحرارة مع يوم الغد، نشاهد هنا ارتفاعات واضحة على درجات الحرارة، قد تصل درجات الحرارة إلى الثلاثينات في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة. أيضا كما نشاهد هنا تبقى نهارا فوق معدلاتها من 5 إلى 6 درجات مئوية. هنالك حالة من عدم الاستقرار التي تؤثر على المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة مع وجود فرص لزخات من الأمطار. هذه الأمطار تتركز على المناطق الجنوبية والشرقية ولكن تصل إلى مناطق متفرقة كما نشاهد هنا مع ساعات النهار من يوم الاثنين. هنالك فرص لزخات من الأمطار، تكون هذه الأمطار رعدية في بعض الأحيان وأيضا تكون غزيرة في أحيان أخرى، وأيضا متوقع أن تكون هنالك رياح تنشط مع وجود هذه السحب الركامية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحديدا في المناطق الصحراوية وأيضا مناطق البادية. في هذه الليلة الأجواء في العاصمة عمان صافية، درجة الحرارة تصل إلى 15 درجة مئوية، سرعة الرياح تصل إلى 9 كيلومترات في الساعة. وفي ثلاثة أيام القادمة هنالك فرص لأمطار وزخات أمطار رعدية كما ذكرنا من 26 إلى 18 درجة مئوية مع يوم الغد، يوم الثلاثاء 27 وتستمر إلى 27 درجة مع يوم الأربعاء، ولكن انخفاض على درجات الحرارة الليلية من 17 إلى 13 درجة مئوية مع يوم الأربعاء. ومن العاصمة عمان إلى باقي مناطق المملكة ونبدأها شمالا من إربد، فرص زخات أمطار رعدية من 30 إلى 20، المفرق كذلك الأمر 29 إلى 17، جرش 31 إلى 20، عجلون من 29 إلى 19 درجة مئوية مع وجود فرص للأمطار في جميع المناطق الشمالية. كذلك الحال في المناطق الوسطى، من الزرقاء 30 إلى 19، في عمان 26 إلى 18، في البحر الميت 35 إلى 24، في البلقاء 27 إلى 18، وأيضا في مادبة 28 إلى 17 درجة مئوية. وإلى المناطق الجنوبية، الكرك 28 إلى 19 مع فرص أمطار، في الطفيلة 25 إلى 18، في معان 29 إلى 16، وفي جبال الشراء 24 إلى 16. أجواء دافئة وحارة نسبيا في منطقة العقبة من 35 إلى 22 درجة مئوية. أخيرا في المناطق الشرقية 29 إلى 18، الصفاوي 31 إلى 18، وفي الأزرق 32 إلى 19 درجة مئوية مع وجود فرص لزخات أمطار رعدية بمشيئة الله. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة. دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريوم لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعا في المملكة لخدمتكم. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.